بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشاهدين قناة باكت أفكار، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل درس جديد نتعلمه مع بعض، وهو عمل حافظة للخبز أو للفاكهة. بتتكون من دايرتين، هي ذات قاعدة دائرية، وأنا هستفيد من الجينز القديم وأعمل قاعدة دائرية وقاعدة من لون القماش نفسه اللي أنا هعمل منه. قطر الدايرة دي أو القاعدة دي هيبقى 30 سنتي، وأنا هزود عليه الخياط. يعني أنا علمته أهو، ونفس الكلام من الناحية دي هنلاقيه 30 سنتي، وهيزيد معايا الخياطة الخارجي، تمام. وبعد كده هحتاج تاني مستطيلين، مستطيل من القماش. المستطيل ده بحدد طوله عبارة عن 104 سنتي، 104 سنتي. نفس الكلام هحتاج بطانة 104 سنتي، الارتفاع بتاعها قد ارتفاع البادي بتاعي 24 سنتي، الاتنين 24 سنتي. كمان هحتاج ايد للحافظة عبارة عن شريطين، هنشوف احنا هنخيطهم ازاي. ومعانا الجزء العلوي منها، وده عبارة عن مستطيلين من التل بيزيدوا في الطول عن طول البطانة 4 سنتي من الناحيتين. يعني دول كده 64 سنتي جزئين، دول جزئين 64 سنتي كل واحد فيهم، هنخيطهم في بعض وبعدين هنركبهم. الفكرة كلها ان انا هركب دي عليها الجزء ده كده اهو، وهيبقى فيها التل من فوق. هنشوف هنركب ده زي مع بعض ازاي. نفترض ان انا عايزة اعمل الحافظة دي، وانا ما عنديش مزورة حتى اقيس القطر بتاع القاعدة. انا انفذها ازاي؟ هجيب الصينية، ابسط حاجة عندي في البيت، المقاس اللي انا عايزاه، ادي دي اكبر من دي، واروح ابتدي اعلم على بالقلم لغاية ما اجيب المقاس بتاعي. طيب اجيب المستطيل هنا مقاسه ازاي؟ هاخد قماش من عندي بالارتفاع اللي انا عايزاه، وهدبسه هنا مثلا بدبوس كده عشان احدد انا محتاجة هنا قد ايه اطار. هدبس كده وامشي مع القماش اهو، لان ممكن انت تبقي عايزة تعمليها اوسع من كده، او قطرها اكبر من كده، او اقل من كده. يبقى انا بعمل كده عشان احدد انا محتاجة قماش الاطار ده قد ايه. فانا ماشي اهو بالقماش اهو 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 لغاية ما ارجع واوصل للبداية بتاعت الدبوس بتاعتي اهي. يبقى الزيادة دي بقى هي اللي هتبقى للخياطة. فانا كده عرفت احدد انا عايزة مستطيل قد ايه، تمام. خيط الطول ازاي؟ انا هسيب 6 سنتي هنا كده تانية، وهبتدي خياط الجنب. انا بترك من هنا مسافة 3 سنتي. كده احنا هنخيط كمان الايد، دلوقتي احنا قفلنا المستطيلين بتوع التل، وانا سبت مسافة 6 سنتي من هنا بدون خياطة. الجنب التاني نفس الكلام اهو. انا دلوقتي هاتني الجزء ده للداخل كده، والتاني نفس الكلام. هنشوف كده مع بعض. Thank you.
انا عملت ايه بقى في الجزء الاطار بتاع التول؟ انا خيطته من الجبين، قفلته وخليت مسافة 6 سنتي مفتوحة بدون خياطة. وبعد كده بعد ما قفلت من هنا فردت الجنبين وخيطت، ابتديت اتني ده واعمل الحاف اللي انا هعمل فيها التتكيك عشان ادخل الايد دي من هنا، ونفس الكلام التانية الناحية التانية. قفلت انا الاطار الاساسي بتاع حافظة الخبز من الجنبين وركبت عليه الدانتيل، وكمان عملت الايد دي ودبست هنا. دلوقتي هركب الثلاث اجزاء بتاعت البطانة والبادي والتول مع بعض، فانا هخلي ده معدول اهو، وهحط التول وهو مقلوب هحطه هنا في النص كده اهو، والبطانة نفس الكلام كده، وهخيط الحواف دي. دلوقتي احنا كده هنعدي الاجزاء اللي حافظه، هدخل البطانه من الناحيه دي واطلع التول كده لفوق، ده الاطار بقى بالشكل ده. هثبت هنا مع بعض بصف خياطة، ونرجع بعد كده نركبها على القاعدة الدائرية. كده احنا ركبنا دي على الإطار على القاعدة بالسراجة اهو، وهنبتدي نخيطها مع بعض. ده شكلها من الداخل اهي، هنخيطها دلوقتي ونقابلها مع بعض ونشوف النتيجة. كده احنا خلصنا الخياطة بتاعت الحافظة، انهينا الشكل بتاعها، زوقناها كمان بوحدات من الجبير واللولي الخرز، ودي شكلها من تحت اهي القاعدة، وشكلها من الداخل اهو. كمان احنا دككنا الرباطات في الحواف التانية بتاعت التل كلها كده اهو، لما نقفلها وهنحط فيها، هنجرب بقى ونحط فيها الخبز بتاعنا اهو. ده شكل الحوزة بعد ما خلصت واستخدمناها، حفظنا فيها جزء من الخبز. طبعا التل ده بيفيدنا جدا في التهوية للخبز، بيحافظ عليه من العطر، وفي نفس الوقت شكلها جميل. اذا عجبكم الفيديو سبسكرايب من فضلكم للقناة، ولايك وشير. شكرا. كده احنا خلصنا مع بعض الحافظة بتاعت الخبز، وركبناها واخدت الشكل ده. كمان عملنا لها ايد تتمسك منها، وطبعا واضح البطانة من جوه، وان احنا استخدمنا جزء من الجنس.
ده موديل، الموديل الثاني اهو، ده الموديل الثاني اهو، ادي الايد بتاعتها. واحنا برضو بنفتح ونقفل بشريط الستان والتدكيك اهو، كمان الدانتيل الحلو اللي احنا ركبناه على القاعدة المدورة اهو، هي مبطنة برضو من جوه. ده منتجنا الجديد، اتمنى ان هو يعجبكم، تعجبكم قناة باقة افكار. فضلا وليس امرا تعملنا لايك وشير للقناة، سبسكرايب.